ممكن ما راح تصدقني إذا قلت لك هذا أكثر درس أو هذه أكثر محاضرة راح تكون جاية بالوزارية، وأكثر محاضرة جاية عليها أسئلة وزارية. ليش؟ لأنه ببساطة راح أشرح لك تمارين مبني المجهول، ومبني المجهول بالوزارة يجي فقط من التمارين. أنا شرحت لك الملاحظات بالدرس السابق، شرحت لك الملاحظات كلها وأخذنا عليه وزاريات وأمثلة إثرائية. فهمتك المبني المجهول؟ هسه راح أجي أحل لك تمارين خاصة بالمبني المجهول. عندنا 4 تمارين، هاي الأربع تمارين راح تحصل عليها من درجتين إلى 4 درجات بالوزارة، يعني مكررة مكررة مكررة، ما بيها كل مجال، يعني لازم يجيب لك من التمارين. أوكي، أنت مو تحفظ حفظ، إنما لازم تكون فاهمها حسب الدرس السابق. الدرس السابق شارح لك الملاحظات، تروح تتابعها وتجي تخلص لي ضمن التمارين الخاصة بالمبني المجهول. طبعا أول تمرين عندنا صفحة 142، page 142، تمرين G. write the sentences in the passive form. منطيك مجموعة من الـ من الـ من النقاط أو 5 نقاط، هاي ال5 نقاط تحولها إلى passive form مبني للمجهول. يعني هو يجيب لك جملة ويقول لك حول إياها مبني للمجهول بالامتحان الوزاري. يا شباب احنا نعرف المبني للمجهول شنو؟ المبني للمجهول دائما دائما تحذف الفاعل، تروح تجيب المفعول به تخليه بالبداية اللي هو these books. استاذ شلون عرفته؟ الفاعل المفعول به بدل الفعل مباشرة، عندنا الفعل هنا left. هسه تيجي تحدد زمن الجملة، هاي الجملة يا زمن لما جينا عليها لقينا هنا هذا الفعل left، ماضي بسيط، يعني الماضي البسيط بالمبني للمجهول نخلي was أو where. هنا عندنا books نخلي شنو؟ where. بعدها الفعل نحول إلى تصريف ثالث، الفعل بالتصريف الثالث left هو يبقى نفسه، ونكمل الجملة left in the class room. هاي الجملة الأولى، هاي وزارية. somebody teaches history every day. أول شيء somebody تحذف، تروح تجيب المفعول به اللي هو history بعد الفعل نزلناه. حد الزمن الجملة، زمن الجملة يا شباب عندنا مضارع بسيط، شلون عرفته؟ أول شيء لقيت every، ثاني شيء لقيت فعل منتهي باسم، حذفنا المفعول، حذفنا الفاعل، جبنا المفعول به بعدها المضارع البسيط، يا أما is أو are الفعل المساعد، خلي is لأنه عندنا history هو مفرد. الفعل نحوله إلى تصريف ثالث، teach يصير taught، التصريف الثالث مالت every day تنزل ما نتلاعب به. زين somebody is cleaning the room right now. عندك now يعني مضارع مستمر، وعندنا is، من اللي جينا is نطبق الملاحظة الخاصة بينا اللي هي somebody تحذف، تروح تجيب the room وتخليها بالبداية اللي هو من هو the room، the room اللي هو شنو؟ المفعول به، بعدها is تنزل نفس ما هي، نخلي من عندنا being لأنه عندك إن إذا لقينا is و are و am و was و where بالجملة خلي وراهم being. اوكي، الفعل يتحول الى تصريف ثالث cleaning يصير cleaned بالتصريف الثالث، the room تكمل الجملة الى اخره، ونخلي نقطة وانتهى عند الحل. عندي هنا somebody will grade our homework over the weekend. لقيت will، اذا نجي نطبق الملاحظة مال will، اي somebody دائما تحذف، نروح نجيب المفعول به اللي هو our home work، هذا المفعول به. الول تنزل، الول عدل قبل نخلي وراها بي، الفعل نحول الى تصريف ثالث اللي هو جريد يصير جريدد، ونكمل الجملة over the weekend وتكمل ونخلي نطول انتهى الحل. زين اخر جملة عندنا يقول somebody was opening the gates when we arrived. عندك هنا was نفس الملاحظة مال is، يعني تطبيق نفس الملاحظة. هم نروح نجيب المفعول به اللي هو من هو the gates. the gates هنا أنا تاخذ was لو where، اكيد تاخذ where لانه جمع، اي somebody start، وين خلينا نحذفها مالنا نبي. بعدها نخلي بما انه احنا عندنا was او where او is او are او am، نخلي وراهم being مباشرة. الفعل نحوله الى تصريف ثالث ال open يصير opened، وين تنزل we arrived تنزل، ونخلينا نطول انتهى عند الحل. هذا الخطوة، طبعا هذا كله وزاري، هذا التمرين
وزاري مهم جدا، اكثر من مره جاي هذا بالوزاري، يعني كل نقطه جايه 3 مرات او 4 مرات بالوزاري. عندنا تمرين دي صفحه 122 page 122. هذا السؤال يا شباب يقول لك unscramble the words to make passive sentences. منطيك هنا أنا جمله تحولها الى مبني المجهول، بس هو شنو منطيك الحل؟ لكن الحل منطقي مخربط، يعني هذا حل هاي الجمله بس هذا الحل هو مخربط، يعني انت ترتبه. فانت راح تجي بالامتحان وزاري يجيب لك اياها بطريقتين، يا اما يجيب لك اياها يقول لك حله شلون ما اخذنا بالتمرين السابق، او يجيب لك هذا ويقول لك رتبه. انت بعد حسب اللي هو يطلب من عندك، انت بالحالتين لازم تجي يا اما تحل يا اما ترتب، انت بالحالتين لازم فاهم القاعده. خلينا نجي نحل هاي الجمله بدون ترتيب، ما اريد ارتب، خلينا نجي نحل هاي الجمله بعدين نشوف اذا ترتيبنا صح او لا. اول شيء الجمله عندك somebody stole my wallet last week. يا شباب الجمله هنا ماضي بسيط لانه عندي last، عندي فعل ماضي. somebody تحذف شنو؟ لانه ماضي، لانه فاعل يحذف دائما. نروح نجيب المفعول به اللي هو منو؟ my wallet. حلو، بما انه ماضي بسيط نخلي يا اما was او where. my wallet تاخذ was. الفعل نحوله الى تصريف ثالث stole، شي يصير stolen last week. هسه تعال شوف ذني wallet week was my last stolen، رتبناهن بالشكل الصحيح، طلع عندك الترتيب هذا زين. somebody robbed the bank yesterday، was the yesterday bank robbed. راح تجي قايل شنو هاي، شو صعبه هاي، راح نجي نحلها. عندنا yesterday اذا الماضي بسيط، somebody تحذف، نزل the bank اللي هو شنو المفعول به نزلناه. بعدها نخلي يا اما was او where، بما انه ماضي ومفرد نخلي was. الفعل نحوله الى تصريف ثالث الربط يبقى نفسه، هو بالماضي بالتصريف يبقى نفسه. نزل كلمة yesterday، حلو، هذا رتبناه بالشكل الصحيح وخلاص طلع عندنا بهذا الشكل. somebody will pay the bill tomorrow، احذف somebody، جيب المفعول به اللي هو منه the bill. اوكي the bill، بعد هالwill تنزل مباشرة. من عندنا will اذا نخلي وراها be. الفعل نحوله الى تصريف ثالث pay يصير paid، pay يصير عندنا paid بالتصريف الثالث. نزل tomorrow وانتهى عند الحل. هسه هاي الجملة رتبناها بهذا الشكل. people use these coins in Egypt، يقول هنا Egypt are in used coins these. هاي لازم ترتبها، شلون نرتبها؟ راح نجي ننزل these coins. هسه راح احلك على الترتيب، ما راح احلك على هاي الجملة. these coins تنزل، are اللي هو الفعل المساعد ينزل، وراها التصريف الثالث used، وراها in Egypt، وانتهى عند الحل. هذا التمرين خلاص، طبعا هذا وزاري مهم جدا، سجل لي عليه وزاري مهم جدا جدا. شباب بهذا السؤال تمرين F 142، تمرين F 142 صفحة 142 142. تمرين F put words in the correct order، ضع هذه الكلمات بالترتيب الصحيح. to make passive sentence حتى تسوي جمل مبني المجهول. طبعا هو الجمل حلك اياها صحيح، يعني حتى نكون متفقين على اتفاق كلها صحيحه، لكن مخربطه يعني ما مرتبه. انت تيجي ترتبها حسب القواعد مالتك او حسب الملاحظات مالتك زين. هنا انا قال was delivered when mail the، علامه استفهام، جمله مخربطه ترتبها. اول شيء جمله لازم تكون عند استفهاميه، واحنا نعرف الجمله الاستفهاميه تبدي اما باداه استفهام او فعل مساعد. عندي اداه استفهام وين، هاي تصير في بدايه الجمله. بعدها لازم نروح نجيب فعل مساعد، الفعل المساعد مالتنا هو من هو؟ was. بعدها المفعول به اللي هو من هو؟ the male، the male. آخر شيء يبقى عندنا كلمة delivered اللي هو منه؟ التصريف الثالث، وتخلي علامة استفهام. هاي جاي وزاري مرتين. next being are weak the replaced windows، بما انه عندك المفعول به اللي هو the windows، الشبابيك the windows، وراها الفعل المساعد اللي هو منه are، ورا الار يجي being، ورا يجي تصريف الثالث اللي هو replaced.
replaced. آخر شيء عندنا التكملة هسه، هاي راحت هاي راحت هاي راحت هاي راحت هاي راحت، بقى عندنا من هو next week. حلو، هسه نجي على الجملة هذه. هسه أنا لما تجي على الجملة هاي تريد تحلها لازم تعرف إنه الجملة تخليها جملة بالمستقبل، يعني بحالة المستقبل مبني المجهول بالمستقبل أو بحالة مبني المجهول، لازم نروح نجيب المفعول به اللي هو من هو the house. حلو، واحدة من الذا راحت وهاوس راحت، الول نكتبها راحت الول، ورا الول يجي بي راحت البي، وراها نخلي تصريف ثالث صوت راحت. حلو، بعدها نخلي بي فور راحت before the end of the year. هذا الترتيب الصحيح مال الجملة، before the end of the year the house will be sold before the end of the year. هنا نجي على الجملة اللي بعد. هنا يا شباب ايش يقول لي؟ لازم نجي نرتب الجملة بشكل صحيح. عندنا اول شيء لازم نروح نجي المفعول به اللي هو trees. راح تجي تقول استاذ ليش ما اخذنا the owner اللي هو المفعول به؟ اول شيء انت عندك هنا where لازم يجي قبلها جمع، فtrees هنا هو جمع الاشجار، where بعدها نخلي التصريف الثالث اللي هو cut down. اوكي، where cut down by the previous owner. هذا الترتيب الصحيح مال الجملة. زين، هنا عندنا جملة تقول have stairs avoid being the accident to repaired. أول شيء تجي تجيب المفعول به اللي هو من هو stairs have been، ورا الهاف يجي دائما been، have has had يجي وراهم been، repaired اللي هو التصريف الثالث للفعل to avoid accidents. To avoid accidents هاي الجملة بهذا الشكل تنحل. هذا التمرين طبعا جدا مهم ووزاري، هذا وزاري مهم جدا. تمرين الحقيبة صفحة 124 تمرين مهم جدا بالوزاري. هذا التمرين يا شباب يقول لي correct in the passive form بالمطلب مالته بالامتحان of the verb in brackets. هاي الفعل داخل القوس صحها بس بالمبني المجهول، يعني مو صحها بأي بالمضارع التام بسيط ولا بالماضي ولا بمدري شنو، لا بالمبني المجهول. هسه تجي انت على الجملة، الجملة الأولى the check فراغ sign last week. من لقينا كلمة last معناها هذا المبني المجهول بحالة الماضي البسيط، واحنا نعرف بالماضي البسيط لازم نخلي was أو where. خليت was لأن هنا مفرد والفعل نحوله إلى التصريف الثالث، هذا sign يصير signed بهذا الشكل. ليش؟ حلينا بهاي الطريقة عندي last ماضي بسيط، والجملة المبني المجهول ماضي بسيط was وفعل تصريف ثالث. زين، a fee charge if you don't have enough money in your account. زين، هنا أنا تجي هسه احنا لازم نحدد الحالة. عندي بالجملة الثانية if، ورا الاف لقيت مضارع بسيط، يعني هاي الجملة هنا لازم تكون مستقبل. شو تكون؟ مستقبل. زين، اجي على الجملة هنا احلها بالمستقبل. احنا نعرف المستقبل بالمبني المجهول نخلي will، بعدها بي، بعدها الفعل يكون بالتصريف الثالث للفعل، لأنه يعني عندك هنا مضارع بسيط هذا مستقبل لازم يكون، والمستقبل will بي تصريف ثالث. زين، هنا نجي على هاي الجملة this letter by my father. شباب احنا من نلقى باي هنا، يعني هنا ماضي بسيط مبني المجهول بحالة الماضي البسيط. ليش؟ لأنه الباي تحكي عن شيء بالماضي صار، يعني by my father معناها معنى الجملة راح يكون بالماضي البسيط. فهنا نجي بالماضي البسيط this letter تاخذ was. اوكي، والرايت يصير عندي written هذه التصريف الثالث رايت صارت عندي written. زين، the magazine publish every month. من لقيت every معناها مضارع بسيط مبني المجهول في حالة المضارع البسيط، واحنا نعرف بالمضارع البسيط نخلي يا اما is او are. magazine تاخذ is، البابلش نحوله الى التصريف الثالث يصير عندي published. I use my father's car while my car repair.
صحح هذا الفعل. شوف لازم تجي تحدد الحالة. عندك عندك هنا وايل، وايل هذه أداة ربط تربط الماضي البسيط بالماضي المستمر. دائما ورا الوايل يكون ماضي مستمر. الماضي المستمر قاعدته الأصلية واز وير. احنا قلنا من نلقى واز وير راح نيجي نطبق قاعدة تالية، تنزل يا اما واز او وير، ماي كار تاخذ واز، ورا الواز ناخذ بينج. ليش؟ بالشرح القديم انا اشرح لك اياها. ريبير صير ريبيرد، اوكي ريبيرد هذه اي دي نهايتها تصريف ثالث. ماي بيدروم بينت سو اي ام سليبنج ان ذا ليفينج روم. شباب من يقول لك هنا جمله ثانيه بالماضي عفوا بالمضارع المستمر، اذا هاي تكون مضارع مستمر. واحنا نعرف المضارع المستمر نخلي يا اما از او ار او ام، خليت هنا از، الاز وراها يجي بينج، والفعل هنا بينت يصير عندي painted. زين ماي اي تي ام كارد ستيل يسترداي. يسترداي يعني ماضي بسيط. ياتي احلى جمله بالماضي البسيط، الماضي البسيط بالمبني المجهول واز لو وير، والفعل يصير تصريف ثالث stolen. زين عندك جمله بانك ستيتمنت سند at the end of each month. each مضارع بسيط، جملة مضارع بسيط بالمبني المجهول شلون نحلها؟ is أو are أو am. back statements تاخذ are. ليش؟ لأنه جمع. زين بعدها الفعل نحول إلى تصريف ثالث are sent. أوكي هاي التمارين الخاصة بالمبني للمجهول، هاي كلها وزارية أريدك تقرأ إياها وتضبط إياها، ومبروك عليك الحل الوزاري الأكيد والصح بالامتحانات النهائية لأنه كلها جاية من الوزاري، العفو كلها جاية من الكتاب، من تمارين الكتاب. إن شاء الله نشوفكم المحاضرات الجاية.